دون الدخول في تفاصيل مرة أخرى، ولكن نذكر للعبرة، نحكو يا سادة مشاهدين على متهم بجملة القضايا هذه وظهر بريء، يعني بخلف خلاف التعذيب الجسدي صلى الله على الله، جابوا تم تهديدك بزوجتك اللي هي تم إيقافك ليلة الحنة متاعك. اي نعم، كان تم بالحق الوالده نتاعي زاد مش زوجتي، برك الوالده كانت معناتها موجوده لبرا، جابوا لي دخلوا لي زوجتي قبل وقالوا لي معناتها كان ما تتكلم. هو شي حاشم كما يقولوا، كل شيء عمل السيناريو يوافق عليه ومتوحم في السيناريو هذاك. كي جابوا لي الزوجه نتاعي وقعدت معاها، جابوا لي معناتها ما قعدتش برشا، ما فاتتش ممكن نص ساعه مع الحكايه نتاع زوجتي. حبوا يعرفوني اللي هما يفعلوا، كي يقولوا نعملوا كل حاجه نعملوها، معناتها الجمهور تزوجت وجبناها، وقالوا لي الوالده نتاعك موجوده لبرا. وكي خرجت انا من بعد سالت الوالده، قالت لي راني جيت من جورجياني، صحيح جيت غالي، جبت لك كنت جايبه نسال عليك انت وين، خاطر ما كانوا يعرفوا عليا حتى شيء دارنا معناتها وين متواجد انا. جابت لي معناتها حوايج في بالها وكانت موجوده صحيح في الوقت ذاك، كانت موجوده لبرا. وقت انا كان ما تكلمتش في شيء، كان باش تدخل زاد مشي دخلوها، وكانت مع حضور زوجتي طليقتي، معناتها مع حضور طليقتي وقتها. لا حول ولا قوة بالله. ونذكر رو أمين القبلي ما عندوش لا سابق نشاط سياسي ولا سلفي ولا انتماءات، كنت تبيع في السواق وعندك لحية طويلة وقت هذاك سي أمين، مش فاهم أنا. كنت موجود في المحل نتاعي من الصباح لليل، محل معناتها مطعم، كنت موجود غادي نخدم اموري واضحه، ما عنديش حتى حاجه اخرى عندي، يعني نتبع في عباد ولا نمشي في عباد، ويعرف الناس الكل موجود نتواجد، يفتح المحل معناتها على الساعه الثامنه ونغلق على الساعه العاشره، وانا اللي موجود معناتها في المحل من الصباح لليل. يعني حتى علامات مش تهم للاسف الشديد في تونس ولا تهم، حتى العلامات بتاعت يعني مظاهر التدين اللي ربما بعض يقول لك خلي يضرب والبحث يجي وامن قومي وغيره، يعني هذا مواطن عنده حتى علاقه ويتم تهديده بما كنتم تسمعون. استاذ انور غارب.